ديديكاس ومرحبا بالاعضاء الجدد في القناه مايكل زافيا محمد وخاصه F5X. صحيتو لك كيف؟ اولا عوده موفقه للدراسه، ثانيا جايز راني عاود رجعت لكم الفيديوهات تاع مشتريات الشهر. سمعك اليوم ان شاء الله شباب راح نشوفوا الالعاب اللي شريتهم في الشهر هذا تاع واش رانا في اكتوبر، الشهر اللي فات تاع سبتمبر، بيسك خلاص شهر سبتمبر، وراح نشوفوا شنو هما هاد الالعاب الجدد اللي دخلوا في المجموعه. والالعاب هادو ما خاوتي باينه باللي مخلطين، انا نشوف هنا باللي كانت تاع البي اس 4 وتاع الاكس بوكس 1، كاين ثاني شويه تاع الاستيل بقوه ضاربه خاوتي، نخليهم نهايه الفيديو نشوفوهم هما الاخرين. كيما عادوا العوايد شبيبه بلا ما نزيد نطول عليكم بزاف، خلونا نروحوا نشوفوا هاد الالعاب. مرحبا بكم جديد شباب، وتبان لي خاوتي باللي هاد الفيديو راح تكون شويه قصيره لانه ما شريتش فريمون بزاف الالعاب خاوتي، شريت الكواليتي وماشي الكونتيتي. كيما مضاري نقول لكم عباكم باللي 2000 نشري كواليتي وماشي الكونتيتي خاوتي، نشري 10 سيديات يكونوا لي تيتر شابين يعني عناوين قوه ضاربه، ولا 100 سيدي يكونوا كاع خرده. المهم شباب نبداو من البدايه، ونبداو من عند السيد هذاك يا ربي راح لي اسمو ليه هو حبيبي، ونشري عليه غير الاقراص تاع الاكس بوكس 1 باسكو سبيسياليست بزاف في الاكس بوكس 1، نجيب بزاف لي سيدي تاع الاكس بوكس 1. ديت عليهم حاجه الاولى اللي سمعتوا بها في الانستغرام خاوتي، هاد اللعبه لي فريمون شباب بزاف خاوتي، بون ما راحش تلقاوها هنايا لانه راهي في الاكس بوكس سيري اكس لداخل، راني نخدم فيها ومازال ما خدمتهاش، عندي ملي بديت فيها عندي اكثر من 10 ايام اللي بديت فيها، وهذا وين حكت 50% بالقصه تاع اللعبه، ولكن راني نخدم فيها 100%، يعني راني نلعب المهمات الثانويه والرئيسيه، وراني نلعب اكثر المهمات الثانويه كالرئيسيه، وفيها بزاف مهمات ثانويه، فيها عالم مفتوح حكيت لكم عليه يعني في الفيديو السابق هذاك تاع افضل العاب عالم، ماشي افضل العاب عالم مفتوح، يعني العاب عالم مفتوح شابين اللي حكيت لكم عليهم، باسكو علاه كاين العاب كيما هذوما مظلومين، اللعبه هذه قديمه خوتي، يعني شنو انا واحد من الناس ما كنتش نعرف، نعرفها ماد ماكس ولكن جامي عطيت لها الفرصه باش نجربها، وكي جربتها خوتي عشقت فيها وراني معاها، وممكن عن بعيد ما نقول لكمش عن قريب، ممكن عن بعيد نعاود نشريها بي اس 4 ونبلاتينيها في البي اس 4 ان شاء الله. توجر عند السيد هذاك تاع ديال ابراهيم خوتي اللي ديت عليه ماد ماكس، ديت عليه ايضا سيبيريا 3 واللي هي لعبه شابه ايضا خوتي، وعنده غير نقي جماعه شو خوتي كيما هذا النسخه فرنسيه، وهاوليك به بهاد الورقه اللي جات لداخل، باسكو نقول لكم ونعاود لكم باللي الاقراص تاع البي اس 4 تاع الاكس بوكس ما فيهمش نوتيس، قليل بالبزاف اللي فيها نوتيس، وزاد عطاني كي بديت عليه هاد الزوج، بون هذا يحسبه لي 100000 سوما فري شابه خوتي، وهذا كيف 100000، ولداخل لقيت بوستر تاع دراغون بول كزينوفيرس 2. مع الاول جماعه كنت عم بالي بلي عندي، من بعد كيف فتحت الكزينوفيرس 2 تاعي باسكو عندي القرص تاعو لقيته ما فيهش البوستر هذا، قلت يا بيان جات في الصواب كاع. نكملوها مع الاكس بوكس 1 خوتي، غير كيما درت لكم ستوري في الانستغرام قلت لكم اللي عنده اقراص تاع اكس بوكس 1 شابين يتصل معايا، بعت لي واحد السيد من وهران ديت عليه ساوت بارك هذا خوتي اللي فيه زوج العاب لداخل، فيه ساوت بارك هذا اللي راكم تشوفوا فيه، وفيه هذا الباتون لافيليتي كود ايضا شغل بونيس هدايا، ولكن انا هذا عندي في البلاي ستيشن 4 سوبليستري تسماك ما كان لها نستعملوا الكود سيدي انتيك لاباس، كان فيها بعث لي سيد كان فيها ضربه هنا وقال لي ما قاليش انا فقت له سيدي واحد اخر اللي قال لي انا فقت له، من بعد قلبت له باطا باسكو على بالكم بلي عندي شويه بايت ريزيرف. المهم هاوليك بيه لك كاتالوج تاعو الشبيبه خلاه في الكوليكشن، على بالكم بلي الاكس بوكس 1 راني عقبها خوتي، وراني فت 110 اقراص فيها ومازال نزيدو لقدام ان شاء الله. وديت صافي واحد يومين بعث لي هذا واحد من غيليزان شريتو عليه، وهذا تاني كسبوا لي سيد 100000 خوتي تاع وهرنا، وبعث لي سيدي واحد اخر ولكن ستيل بوك نخلوهم مع النهايه. ديت على واحد هذا حطو في الجروب تاعي نورمالمون حطو في الجروب تاعي كول اوف ديوتي فانغارد نسخه فرنسيه، هذا راني حاب نلعبو لانه ختمت البلاك اوبس كولد وير، ختمت المودرن ويرفير، ختمت البلاك اوبس 3، ختمت اللي قبله كامل، ودوكا ماذا بيا نلعب هذا ونغلقو، ومن بعد كي نلعب هذا ونغلقو ان شاء الله نزيد نجيب المودرن ويرفير 3. هاوليك جماعه بيه بالورقه وارزون تاعو، راني استاليتو في الاكس بوكس سيري اكس بيه 72 جيجا بايت. اوكي هادو ما ديتهم على سيليكت جيم ستور غير كيما، وهذا درته لكم البارح في الشورت اوف ستوري ذا ووكينج ديد، هذا تيل تيل ديفينيتيف سيريز اللي هو اسطوري بالبزاف خوتي، هذا فيه كامل لي سيزون تاع ووكينج ديد في قرص واحد. هاوليك جماعه سيدي راهو في البلاي ستيشن 5، وكيف فتحتو ما فيهاش النوتيس، ضحكني واحد بون ما نضحكوش خوتي باسكو الناس ما تعرفش، كاين اللي ما يعرفوش اللي ما يعرفش ماشي عيب، ولكن العيب اللي ما يعرفش يلعبها يعرف،
قال لي اخويا رفيق دوك تسمى كيفاش راح تعرف الالعاب السوبليست اللي عندك؟ تاخذ رايي غير فتحهم كامل فيريفيهم اسكو فيهم نوتيس. قلت له يا سي محمد، قلت له مادام كيكون سوبليست تفتحو ما تلقاش فيه نوتيس، قلت له يعني هو يجي هكذاك دور يجي، باسكو كاين بزاف سيديات تاع بي اس 4 اللي يجوا هكذا فارغين، تفتحوه ما تلقاوش ولو ورقه، يجوا هكذا دور يجي من عندهم. تسمى هو مسكين عم بالو باللي كاين ينساوهم ولا. قلت له ما يجوا هكا، قلت له كيكون سوبليست تفتحو ما تلقى فيه والو هنايا عارف باللي هو يجي هكا فوالا. ومن بعد شبيبه الثاني اللي ديتهم على سيليك جيم ستار هذا ليتل نايت ماس 1 بلس 2 ما حكيت لكمش عليهم هذوما اخوتي في المشتري تاع الشهر. ختمنا الان كيف كيف، ولكن الدعم تاعو صفر صفر بالبزاف، ابار كاين عيبه دعموني هذوك الاعضاء الجدد في القناه، بعثوا لي سوبر لايك، داروا لي ولاو اعضاء في القناه يعطيهم صحه على الدعم تاعهم. مي لا غالب خاوتي لو كان لقيت فيها الدعم لو كان استخدمت لكم ليتل نايت مير 2، وان بليس ليتل نايت مير 2 فيها البي اس 5 ابجريد من تحت، يعني راح نلعبوا فيرسون بي اس 5. الله غالب خاوتي انا بدون دعم كافي ما نقدرش نختم اللعبه بدون دعم كافي لانه فيها خدمه. المهم جماعه واش راح نحكي لكم، كاين بزاف اللي قالوا لي لازم تلعب الدي ال سي باش تبدا في ليتل نايت مير 2، الوغ ليتل نايت مير 2 القصه تاعو قبل ليتل نايت مير 1 على حسب واش قالوا لي. وزيد لي دي ال سي هذوك طلعتهم ولعبتهم وحدي خاوتي، لانه لقيت كود هنايا لداخل، درت الكود هذاك خاوتي، بون ماشي هذا، هذا الكومبليت اديشن هاوليك، درت الكود هذا يا خاوتي وقدرت نتيليشارجي الدي ال سي تاع ليتل نايت مير 1. فوالا فيها زوج سيديات ليتل نايت مير 1 بلس 2. اما الكود هذا مانيش عارف لواش خاوتي، الله ما يكذب عليكم تاع واش هذا المفيد على غالب خاوتي. وانا على كل حال ليتل نايت مير 2 مازال ما لعبتوش، لعبت غير ليتل نايت مير 1 ختمته معاكم، لي دي ال سي كملتهم وحدي، والدو هذا مازال باش نولي ليه، نولي ليه باسكو على حتى ونكمل ماد ماكس، ومن بعد مور ماد ماكس على بالي بلي لو طون نكملو يكون خرج ساينت هيل 2 لاني كومونديتو على سيليكت جيم ستور ان شاء الله. قلت لهم غير تجيبو، قلت لهم غير بعثوا لي حبه ديريكتومون، بداو بيا سبقوا فيا نموت على ساينت هيل خوتي، لعبه الطفوله خرج فيه وقتي في البلاي ستيشن 2 في سنوات 2000 ديبي تاع لي زاني 2000 كدا. تسمىك ماذا بيا نعاود نكتشفوا نشفى نهار كي اليوم ديجا نهار شريت سايلنت هيل 2 هذاك جاي شغل ستيل بوك هكذايا من مقام شاهد على واحد الحان ماشي عليه الله يرحمه اللي قدامه، نسيت باش بدلته له، نورمالمون بدلته له بكرون توريزمو 3 اه تاع بلاي 2 هذاك تاع اللي فيه باطا حمراء عطيته له، عطى لي سايلنت هيل 2 هذاك الوقت لعبته ونشفى له وختمته، مش نسيت ابي بري القصه تاعو مليح باسكو شحال عنده اكثر من 20 سنه. المهم يتسمك ماذا بيا نعاودو في بي اس 5 الريميك، وعلى حسب واش شفت الفيديوهات عليه هكذا قال لك بلي قوة ضاربة خاوتي الجرافيزم تاعو وكذا واسمو هي لعبة ضرب، وقربوها بزاف ريزيدنت ايفل، وانا على بالكم بلي من اكبر عشاق العاب سلسلة ريزيدنت ايفل وسايلنت هيل ثانيك اسطورة تاع كونامي، تسمك لازم نلعبها. المهم كمل ماد ماكس ومن بعد نلعب سايلنت هيل ومن بعد نعاود نولي ذا وركينج داد هذا خاوتي باش نزيد نختم الفانغارد باش نعاود نولي لا وراهو تبحر ديجا باش نعاود نولي ليتل نايت مير 2 هذا. تماك شغل مازال عندي ليسته طويله تاع الالعاب اللي عم يستناو فيها، الله يقوي الخير. ومن بعد خاوتي انا وصلنا شويه لستيل بوك، كاين هذا جاست كوست 3 تحفه فنيه خاوتي، بون لعبه انا ما تهمنيش ما نكذبش عليكم، ما هاي ديك ستيل بوك اديشن تاع الاكس بوكس 1 جاست كوست 3 في حاله جد ممتازه خاوتي، فيه ايضا ثاني كود نورمالمون باش نزلو جاست كوست 2 هاوليك منا ويبان لكم هاوليك هنايا. وفاش الحاجة المليحة خاوتي سيكو عندي تاني ستيل بوك تاع جاست كوست 4 في البي اس 4، شنو خاوتي شوفو كي نقلعه من الفولو شحال شباب روعة ستيل بوك تاعو خاوتي يا شتو فوالا شا خاوتي شا مخدوم شباب بالبزاف، والداخل عندنا لي كود، عندنا هاد الورقه فيها كود، عندنا ورقه اخرى، عندنا جاست كوز 2 هاوليك تانيك فيها كود فيرسيون اكس بوكس 1، وعندنا هاديه مانيش عارف تانيك وشنو، المهم فيها بزاف صوالح. ومن بعد هاديك مع الاخر تلقاو القرص تانيك، وشوف ستيل بوك ما من الداخل فيها مرسوم شكون لا تسمى خدموها فريمون، خدموها والله غير ما شاء الله خوتي شباب بالبزاف كاع. دقيقة برك ما تقلقوش رجعوا هاد الصوالح بلاصتهم قبل ما تزلق لنا كاش ورقة هنا، ما كاش ورقة هنا من تحت تروح.
هلا هلا وصلت الفور وخاوتي لازم الواحد يستحفظ عليه، سلتو هذا ومات على الكرتون. فوالا هذا قلت لكم بعثوه لي مهرن مع السيد اللي بعث لي هذا، هذا حسبوه لي 100,000 وهذا حسبوه لي بسعر معقول 250. فوالا ومن بعد ديديكاس لخونا سام ديكا اللي ديت عليه دي ستريندينغ سبيشال إديشن تاع البي اس 4، هذا ستيل بوك خاوتي. بون اللعبه هذه كل واحد كيفها، كاين اللي عجبته وكاين اللي ما عجبتهوش، انا شخصيا ما جربتهاش ما نكذبش عليكم. المهم هابليك نسخه فرنسيه ستيل بوك تاعو شحال ثقيل خاوتي، شوف شحال شباب خاوتي، القوه الضاربه كوجيما برودكشنز. فوالا والداخل جايز تانيك هابليك شي جي شتو تانيك معمره لي نوتي الشبيبه، فيها هذا فيها ايه وهذا فيه نوتيس كبيره وهذا كود مع الاول. شو خاوتي هذه نوتيس خلي اذا ما شكيتش راهي مكتوب بالك كبيره باسكو مكتوبه بكاع اللغات ايه على بها كبيره، وفيه البلاي ستيشن بلس تاع ديستريندينغ فماشي كود بلاي ستيشن بلس ولا. المهم فيه عدة صوالح، هذا شباب تاني خوتي، وأفضل بياسة شريتها وأغلى بياسة شريتها أنا خليتها لكم هي الأخرى خوتي اللي أسكسي تحطها في الجروب تاعي ولا لقيتها في الماركت بليس الله ما شفيت. المهم هذا صافي لونطو أنا نحوس عليه خوتي، واللي هو انشارتد كوليكشن سبيشال إديشن تاع البي اس 4، هذا سبيشال إديشن اللي جو هكذا خشن كيما هادوما اللي عندي خوتي تاع انشارتد كات هورايزن فوربيدن ويست لاست اوف اس بارت 2 الى اخره كما راكم تشوفوا جود اوف وار نيو دو وكدا، هذيك الخلفيه تاعو فوالا ايطا فيري نقي خاوتي. هذاك الشيء تفتح هكذايا ومن بعد كي نفتحوا هكذا يا شبيبه واش نلقاو؟ نلقاو اولا بسم الله ما شاء الله ارت بوك شباب بالبزاف تاع انشارتد تريلوجي، هاي لا لافون تاعو هام لارير كشي يجي، وهذا الارت بوك خاوتي يجي فيه لداخل راكو تشوفوا تصاور تاع نيثان دريك تاع لي بيرسوناج كامل تاع تاع اللعبه. هاوليك ارت بوك كبير بون ما راحش نشوفه كامل خاوتي، يا اللي في حاله جد ممتازه. والستيل بوك تاعو جماعه هاوليك بون، بالنسبه للون اللون تاعو هو اللي يجي هكذا خاوتي بون داخله ابيض من برا، من برا جاي شغل بلون كاسي شغل بيل شغل فايده والحاصل. هاوليك ستيل بوك تاعو خاوتي تانيك في حاله ممتازه، كان يبيعوا هادو ما هكا وحدهم وهادو ما منحبهمش وحدهم خاوتي، انا نشريهم كومبلي ما نشريهمش. والداخل هاوليك شو قالك انشارتد 4 راح يتوفر في 2016 هنا تفيقوا بلي الانشارتد كوليكشن هدايا خرج قبل الانشارتد 4. المهم هاوليك فيه تانيك شويه ورق لداخل لي كود وكذا، هذا خاوتي استقام لي ب 1100 ولكن يقعد سعر ممتاز كان يبيعوا فيه حتى الجملين تسمى كان نافيغيتو بسعر شباب سورتو الحاله جماعه الحاله. والله غير السيد كان يبيع فيه 1400 قال لي ليك انت اخويا افين وكي جيت نبغيك ونتابعك وكذا قال لي نحيك 300,000 حسب نحسبوك 1100 يعطي الصحه بارك الله فيه انسان ما شاء الله دلنا سومه شابه. هكذا خوتي نوصيكم من دوك عباكم شاو خاصني سبيشال اديشن كيما هذا وخاصني هاد ديز جون خوتي اللي عنده، وراه خاصني ايضا كيفاه يسموه يا ربي سبايدر مان هذا خوتي اللي تشوفوا فيه يجيب باطا حمراء، وراه خاصني ردد ريدمشن 2 التيميت اديشن خوتي، هذا ماشي سبيشال اديشن باسكو سبيشال اديشن تجي فيها هكا كرتونه تاع الكرتون تاع الداخل فيها قرص عادي كيما هذا، ولكن الالتيميت اديشن يجي هنا كيما وريته لكم مكتوب بالصفر ويجي فيه لداخل ستيل بوك. اللي عنده واحد من الثلاثه خوتي يحب يبيع ويكون الحاله تاعو شابه خوتي، اذا كان الحاله هي انا غير ما كان يبعث لي وتكون بسعر معقول يتواصل مع اخوه افينو ونتفاهموا باذن الله. والله شباب هذا واش كان نورمالمون اونتو الله اعلم سيرمون، راني متاكد بلي نكون نسيت نسكش لعبه، عييت نعصر في راسي مقبله على بالكم بلي نسيت، عييت نخمم مي راني متاكد بلي كنا ناسي على الاقل على الاقل لعبه واحده او لعبتين ما شكيتش اكثر. المهم هذا واش كاين
مي الحمد لله ما شاء الله هذه الالعاب كامله عم تزادوا في المجموعه والله يكثر الخير ان شاء الله خاوتي ونزيدوا نكبروا هذه المجموعه هذه اللي راكم تشوفوا فيها نزيدوا من الالعاب بي اس 4 العاب اكس بوكس 1 نزيدوا من العاب بي اس 5 سويتش كدا خلي وقت ما يجي الخير ينفع كما يقول لك مفيد شبيبه كل عاده والعود ما تنساوناش تعمل لايك وسبسكرايب وانا ما بقى لي غير نقول لكم نعاودوا نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله وتهلا في روحكم سلام.